هيك أشهر أغنيات شادية إن شاء الله. انرح منك يا عين، تفضل. يعطيك العافية أكرم، شكرا. يعني وانت هيك عم تعزف أنا عم بسأل حالي إنه قديش هاي الموسيقى، موسيقى الزمن الجميل، موسيقى جميلة، موسيقى بسلسة، موسيقى هيك كنا بتسمعها بتستمتع وعن جد هيك بتحفظها بشكل سريع. شو اللي اختلف؟ شو الموازين اللي اختلفت أكرم اليوم؟ يعني ما بين الحاضر، ما بين الماضي والحاضر. سؤال معقد وصعب. بس اللي بقدر أحكيه إنه احنا اول شيء متعودين على هاي الالحان، واحنا صغير تربينا عليها وسمعينها واحنا صغار، ودائما بنحس بالامان لما نسمعها، هذا شيء كثير منيح. واحنا بالاساس لما نيجي بنعلم كمان طلاب اليوم بتعليم الكمان او تعليم الموسيقى بشكل عام، دائما بنستند عشان نعلم المقامات العربيه اللي هي طبعا السلالم الموسيقيه اللي بيكون عليها اغاني، الالحان الموسيقيه العربيه تنحكي، عشان نقرب اكثر للناس الصوره كلها معتمده على هاي الاغاني. يعني اذا الطالب ما بيحفظ اغاني كلاسيكية عربية تقليدية ما بقدر يتعلم موسيقى صحيح بشرق الأوسط. فإحنا اللي الإشي اللي الموضوع إنه التغيير اللي صار إنه صار في الموسيقى التجارية أخذت هي المقدمة، الموسيقى السريعة كل شيء صار بدناته بسرعة، نتيجة سريعة. حتى نيجي نتعلم موسيقى بدنا بسرعة نتائج. اليوم بتدرس أكرم أنت؟